الطابع السياسي والعسكري والامني سواء الداخلي او الخارجي على الحدود، ولابد النقاط دي محطوطه في الحساب وهتحرك في توقيته المحدود. انا ما عنديش حاجتين النهارده بصراحه، يا حسني مبارك هيمشي خلال الزمن الموجود يا هيمشي رغم انا، خلاص بقى في المساله المحدوده. لا يمكن ان يستمر بروحه الذاتيه كل ما اكد ان هو انسان يعني تصرفاته خائنه للامن القومي قبل كده وحاليا لا يمكن يستمر. ولكن المساله فيها حسابات، لان في النهايه ما فيش معتقد ان المؤسسه العسكريه بامنها القومي يبقى مصر اقتصاد مصر. شكرا لك محمود زاهر الضابط بالمخابرات الحربية سابقا من القاهرة. إذن هذه الصور كما نشاهدها تغني عن أي قول. القنابل الحارقة لم تطل المتظاهرين فقط قنابل المولوتوف، وإنما أصابت دبابات الجيش حولها، تتساقط حولها الهجمات بكثافة على المتظاهرين. الدكتور محمد سعيد العوا كان معنا قبل قليل، قال أنه تم إطفاء الأنوار ونحن نشاهد كأن هناك هجمات باتجاه المداخل. قال أنه تم إطفاء الأنوار حول ميدان التحرير، وأعرب عن خشيتهم أن يكون هذا مقدمة لشيء ما. قال أنه قد يكون هجوما. نحن نرى العشرات يتقدمون بنحو مدخل ميدان التحرير من ناحية المتحف. هذا المدخل الذي يعني يتعرض للهجمات بالقنابل القنابل المولوتوف. قبل قليل أيضا شاهدنا بعض المتظاهرين يخلعون البلاط في ميدان التحرير لكي يستخدموه في الدفاع عن أنفسهم. إذن هي إذا صح هذا التحليل الأمريكي، وقد أفاد الضابط محمود زاهر أنه قد يكون هو التحليل الصحيح، فإن المهاجمين الآن سيحاولون أو يحاولون أن يحسموا الوضع في ميدان التحرير، ربما لكي تبعث رسالة إلى العالم بأن الوضع انتهى، المظاهرات انتهى، الرئيس المصري ما زال قادرا على الصمود والبقاء حتى. ولكن الرسالة الأهل ربما للداخل المصري. الداخل المصري يعني لا يمكن أن يعني تنطلي عليه هذه هذا السيناريو على أساس أنه جزء منه. يعني نشاهد نحن الأمر على شاشات التلفزيون، نشاهد من يلقي القنابل على من، نشاهد الحجارة بأي اتجاه. لذلك إذا كانت هذه الرسالة التي يفترض أن يبعث بها، ولكن ليس بالضرورة هي نفس الرسالة التي ستصل للمواطن المصري الذي يشاهدها. نعم.